بتوجيه تهم تشكيل عصابة أشرار والخطف الجنائي والقيام بعمل إرهابي وغيرها من التهم. بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية بمحاكمة المتهمين بالاعتداء على فتى الزرقاء. تلك الجريمة التي قام خلالها المتهمون 17، أحدهم فار من وجه العدالة، ببتر يدي الفتى صالح وفقع عينيه. جناية تشكيل عصابة أشرار بحدود المادة 158/2 من قانون العقوبات رقم 16، وجناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك، وجناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك بحدود المواد 335 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين جميعا. في قاعة المحكمة المتهمون نفوا ارتكابهم للتهم المسندة إليهم، والتي في حال ثبوتها بحقهم تصل عقوبتها للإعدام وفقا للرأي القانوني، الذي يرى أن للقضية أيضا تكييفا قانونيا واجتماعيا أوصلها لأمن الدولة. في حال الثبوت هذه التهم أعتقد إلى الفاعلين الأصليين قد ترتقي العقوبة إلى مستوى الإعدام. فتحت قضية فتى الزرقاء الباب واسعا لملاحقة أرباب السوابق وعتاة المجرمين وفارضي الإتاوات. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط غالبيتهم، ويتوقع قانونيون أن ينتهي المطاف ببعضهم أمام محكمة أمن الدولة نظرا لخطورة القيود الجرمية التي بحقهم. هزت قضية فتى الزرقاء الرأي العام الأردني لبشاعتها، وأحيلت لمحكمة أمن الدولة التي أسندت تهما تتعلق بالإرهاب للمتهمين، وذلك لخطورة الجريمة وشدة ترويعها للمجتمع. نايف مشاكبة، سكاي نيوز عربية، عمان.